في وسط الشغل بتاعنا طبعا نزل طبعا لما احنا نتكلم مع طريقه كل الكلام ده وضع على البركه بتاعت الناس برضه في البركه تشتكي الكلام ده الشعب فين انك ساعات الخرايط خليك يلا بينا. طب احنا فاكر مش عارفين نصور ما لحقناش. كذا معهد شغال ميكانيكا كسرت الكهرباء سنوات وفي البيئه كمان البيئه كمان معانا جوفيه وبيئه راح هنبدا نقول هنتكلم على المساحه المزرعه فعلا انا عارف انها طبعا زي دي بس نبدا نحط جزء السمك جزء الزراعه والطاقه المنتج الزراعي وانا عملته وتوفير الكهرباء الطاقه في الاخر اقول طيب ده لو في حاله عملت الكلام ده طيب لو حاله الشكل التخطيط سواء هذا الموضوع وزاره الزراعه بتحط فيها سريعه زياده في المباراه نعمل شيء لخدمه الناس الموجوده سواء خط صرف يوصل لحته ماشي ففي اللي صالح الموضوع احنا جايين لهدف النهارده تمام ده اللي انا ايه خلاصه اللي هقدر اقوله بس تضع على اكتاف كل مسؤول بدا من وزير لاصغر مهندس واصغر عامل كلنا في الاخر بنتحمل في شكاوي وانا بستقبل على الموبايل بتاعي كثير من الشكاوي وبتفاعل معاها ونعلم كلها بس لو نعرف يعني ما نقول 90 مليون وربما كل واحد له طلب وكل واحد له حقه.